ولمناقشة موضوع إقرار رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بفشل حكومته والحكومات السابقة في تحقيق التنمية للبلاد وتزامن ذلك مع انفجار مدينة الصدر، معنا الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل عبر سكايب. مرحبا بك معنا سيد عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. اسمح لي أولا أن أبدأ معك من هذه الفاجعة الجديدة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 45 آخرين في انفجار داخل أحد الأسواق في مدينة الصدر. ماذا يشكل هذا الانفجار في هذا التوقيت بالذات؟ هذا الانفجار الذي أدمى قلوب العراقيين في ليلة عيد الأضحى، وهكذا هم العراقيون على عكس العالم يستقبلون التعازي بدل التهاني بسبب الفشل الحكومي الذريع في حمايتهم. ولذلك حقيقة هذا الانفجار هو انفجار بجريمة سياسية، والرسالة هي رسالة انتخابية والضحايا هم عراقيون. لذلك ما حدث في هذا السوق الذي ذهبت إليه الأطفال والنساء من أجل التبضع وشراء ملابس جديدة لصباح العيد يوم غد، عادت أشلاء ممزقة وجرحى. وللعلم وصل عدد القتلى أو الضحايا إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها إلى 35 شهيد، أغلبهم من الأطفال، وإلى أكثر من 66 جريح، وهي قابلة للزيادة بسبب أن هناك مفقودين وأن هناك حالات حرجة للجرحى الذين تخلت عنهم سيارات الإسعاف للأسف. وبالتالي اليوم أثبت أيضا رجال أو سواق الستوتة، هذه العربة الصغيرة، أثبتوا شهامتهم ومرؤتهم عندما نقلوا الجرحى بطريقة سريعة إلى المستشفيات القريبة. كما أثبتت سيد عبد القادر، الحكومة فشلها من جديد في التعاطي مع هذه الأزمات، وجاء هذا الانفجار متزامنا مع تصريح رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بأن فشل حكومته يعود إلى إرث الحكومات السابقة. من المؤكد تماما هم فشلوا فشلا ذريعا، ولا زال العراقيون يؤمنون بالفواجع والمآسي. بالأمس القريب ولا زال يعني جثث مجهولة ويبحثون عن ذويهم في فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية، ثم أعقبها هذا الانفجار الذي أيضا جاء بعد تصريحات مقتدى الصدر الذي لمح إلى إيران ولمح إلى ميليشيات الحشد قبل عدة أيام، وما تلاها من وجود أعلام لميليشيات سرايا السلام وجيش المهدي واللواء الموعود، وما قاله أحد كبار قادة ميليشيا الصدر حازم الأعرجي عندما قال أننا جاهزون لتفعيل جيش المهدي. هذه الرسالة الميليشياوية الإيرانية التي جاءت تستهدف العراقيين في مدينة الصدر هي رد على هذه الرسالة الذي مفادها أن سرايا السلام فشلت، وهي التي تتمترس في هذه المدينة، فشلت في الحفاظ على أرواح هؤلاء، وأن الميليشيات قادرة للوصول. وهذا يطرح إلى سؤالاً. تمام أستاذ عبد القادر، أشكرك على هذا، يعني على هذه النقطة المهمة. هذا يطرح سؤال آخر، إنه الانفجار حصل في معقل جيش ميليشيا جيش المهدي، والذي تعد المدينة يعني خلينا نقول ثكنة عسكرية. كيف يمكن أن يدخل المنفذون إلى داخل هذا السوق ويقومون بهذا التفجير في هذا التوقيت دون أن تستطيع هذه الميليشيات أن تمنع ذلك؟ هذا لأن هؤلاء الميليشيات قسما منهم داخل هذه المدن، لأنه معلوم تماما ميليشيات العصائب وغيرها هي انشقت من جيش المهدي سابقا، وبالتالي هم أيضا يقطنون هذه المدن. وطريقة الحركة أيضا هي حركة حكومية، عندما نقول أن هذه الحكومة متعاونة مع الميليشيات بدليل أن يوم أمس اعترف أحد ضباط وزارة الداخلية بقتل هاشم الهاشمي. وبالتالي نقل هذه العبوات ونقل الجريمة والمجرمين الإرهابيين تجري بسيارات الدولة. لذلك الحكومة متواطئة، لأن وزارة الداخلية متكونة من الميليشيات، وقد فضحها ما جرى في اعترافات الكاظم الأخيرة على القتلة الذين قتلوا ذاك الصحفي. على هذا الأساس حقيقة فإنه ما يجري أن حركة هذه الميليشيات والمجرمين هي حركة انسيابية، لأنهم يستخدمون للأسف الشديد باج الأجهزة الأمنية وباج الدولة وسلاح الدولة وسيارات الدولة. تمام، هل لهذا الانفجار علاقة بانسحاب الصدر من الانتخابات القادمة أو عدم المشاركة؟
ولذلك قلتها لك في بداية كلامي أن هذا الانفجار هو جريمة سياسية وصراع انتخابي واضح تماماً جرى، لأن الصدر انسحب من العملية السياسية بعد أن وصلت إيران إلى قرار نهائي أنه لا يمكن تولي من الصدر رئيس الوزراء القادم، لأنه لا بد أن يكون من الميليشيات التابعة لها، ولذلك جرى عملية انسحابه من العملية السياسية لأنه لن يحقق شيئا بعد أن دفعوه لمواجهة ثورة تشرين وفقد شعبيته في الشارع آبان القبعات الزرقاء، وبالتالي بعد انتهاء المهمة به حقيقة لم يستخدموه مرة ثانية. لذلك القضية تتعلق بصراع انتخابي، لكن للأسف الشديد أن هذا الصراع الانتخابي هو دماء العراقيين ودماء الأبرياء وأشلاء الأطفال هم يتنافسون عليها. مع كل فاجعة سيد عبد القادر، سواء جاءت بنتيجة انفجار عرضي أو انفجار مقصود مثل الذي حصل في مساء هذا اليوم، تتبادر الكثير من الأسئلة، ماذا بعد؟ من الذي يفترض أن يتحمل مسؤولية كل هذا الفشل وكل هذه الفواجع التي تلم بالعراقيين؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن نجد مثلا استقالة في الصباح الباكر من وزير الداخلية أو من رئيس الوزراء أو من أي جهة أخرى؟ المجرمون لا يستقيلون، لذلك هؤلاء هم ضمن مخطط بقائهم هو سفك الدم العراقي، وبهذا الأساس هم يستمرون بهذه القضية لأن وظيفتهم تقتضي ذلك. نعم. لذلك لا ينبغي إلا اقتلاعهم، وهذا لا يكون إلا بحراك حقيقي للشعب العراقي ووحدة حقيقية، وبالتالي الشعب العراقي اليوم يعرف الجريمة، ولذلك التظاهرات التي تحدث الآن في مدينة الصدر وهي مدينة الثورة سابقا تحدث بطريقة واضحة، أن الشباب يحملون هذه الميليشيات هذا الانفجار ويحملون الحكومة بطريقة واضحة، وبالتالي حتى بات العزف على أن داعش ينفذ هذه العملية، والترويج الذي حصل من الدقيقة الأولى لوكالات الميليشيات أن هناك حزاما ناسفا تم تفنيده من قبل الأهالي أهالي المدينة، هذا يؤكد الوعي الكبير للشعب العراقي على أن الذي يقتلهم هي الأطراف الحكومية، فهؤلاء حقيقة لن يستحوا ولن يخجلوا من ما نعم. يجري من انتكاسات، وإلا في أي دولة عندما يحدث هكذا جريمة نعم. لابد أن يستقيلوا وأن يستحوا وأن يخجلوا أن يبقوا في مناصبهم والدماء العراقي لا زال يسير. ولأن كل هذا لا يحدث في العراق سيد عبد القادر، فيبدو أنه كل ما يجري من فواجع ومن جرائم بالإضافة إلى انقطاع الخدمات الأساسية وخاصة في فصل الصيف، كلها تؤشر وتشير إلى أن إلى صوابية النهج الثوري الذي خطه المتظاهرون والثوار منذ قرابة عامين حتى الآن، وإلى أنها قد تكون هذه الثورة مفتاح للتغيير الحقيقي في العراق. هل لديك أمل كبير بذلك؟ من المعلوم أن العراقيون منذ اللحظة الأولى، وهذا أيضا يؤكد صواب القوى الوطنية التي رفضت العملية السياسية وأنها ستوصل العراق إلى مستنقعات من الانهيار الكامل، وما يحدث الآن هو نتيجة حقيقية لهؤلاء الذين رفضوا العملية السياسية. بالتأكيد التحاق العراقيين بالنهج الثوري والوطني هو الصحيح والذي يمكن أن يخلص العراق وينتزعه من هؤلاء، لأنه بالتأكيد عندما يخنع الشعب سيستمر المجرمون في تنفيذ جرائهم على الشعب العراقي. وهنا حقيقة تأتي تصريحات الكاظمي بالفشل، لأنه يعلم تماما أن الشعب العراقي اليوم يعرف تماما أنهم فاشلون وكل الطبقة السياسية فاشلة، وهو عندما يرمي الكرة في ملعب الحكومات السابقة هو يقصد كل العملية السياسية، هو لا هو جزء منها لأنه أيضا كان جزءا منها، لذلك جزءا من الاحتلال في بدايته والتوقيع عليه والدخول مع أحمد شلبي تمهيدا إلى وصول حكومته. كل العملية السياسية الحالية بأحزابها الفاسدة وميليشياتها المجرمة وخضوعها لإيران أكدت فشلها، ولذلك عندما يطلب من إيران أن يحل السلام في العراق يؤكد على أنه ويعترف على أن إيران هي المتحكم الأساسي بالعراق، مع ذلك رد عليه خامنئي أن المقاومة ويقصد الميليشيات سترد على إيران شكرا داخل العراق جزيلا. لا معنى أن العراق سيبقى حماما للدماء للأسف إذا الشديد. لم يكن للعراقيين. أشكرك جزيلا سيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب في هذه القضية، شكرا لك.